الباقي من دوار بني عتية بني مدين تافرسيت إقليم الدريوش. هذا المقطع هو لاقورا كنسميوه بني عتية، الغابات بني عتية بين إفرني وتافرسيت. هذه العافية هذه أسيدي بدات من أقور من مور الجبل، مور الجبل هذا من واحد الدوار سميتو بني توزين، هي جاية ولكن بدات هذه العافية بدات في 7 الصباح، ومن 7 الصباح هي مجة في نهار الجمعة حتى الاخر، حتى ذاك مور مع 3 ولا 3 ونص عاد ركبت لهنايا، وذاك الساعة مشات وبدات كتدال على العافية لأن الغابة قوية والاخر بزاف المسائل. ذاك الساعة بدات العافية ماشية، وهي من نهار الجمعة حتى البارح مع ذاك 3 ولا 4 الليل عاد طفات العافية. هذا الشيء هذا حنايا كنا ما ردناش الاخبار، ولكن دابا بعض الدراري دخلوا الفيسبوك داروها في الفيسبوك، فهمتي؟ وذاك الساعه باش عرفنا بان احنا العافيه، ولكن من جينا حنايا كان ما عندناش العافيه، شفنا غير غير الدخاخين كيطلعوا من ذاك الجهه اخر مور الجبل من هنايا، حتى ذاك قلت لك حتى ذاك 3 3 ونص هيداك عاد ركبت اللي عندنا هنايا مع الريح، مع ركبت هي ركبت وناض الريح ناض الغربيه، مع ناض الغربيه هي صافي كتشعل لان شعلت دقه واحده، وما كانش كتشوف لا غابه، ما كانش لا طرقان لا حتى شي حاجه. هي دابا مثلا القوه جاج، جات الوقايه المدنيه، جاوا الاخر، ولكن ما عندهم من غادي يجيو، من غادي يدخلوا، ما عندهم من غادي يدخلوا، لان ذاك الساعه بقاو غير محاصرين على حساب السكان، ما يوقع شي حاجه، ربما توقع شي حاجه العافيه تدخل السكان ولا شي حاجه، داكشي اللي كاين. الخسائر عندنا الزيتون، لان حنايا عندنا الزيتون تشوف راه واحد العدد ديال الزيتون مشى تحرق. اش ماشي نقدر قول بذاك، قول من 10 آلاف الفوق شجرات الزيتون، وحنا عندنا واحد الزيتون، حنا دابا الاغلبيه دابا حنايا الماكل الاقتصاد ديال اخو الجماعه باش كيعيشوا الناس هنايا بالزيتون. حنا عندنا الفلاحه الزيتون هي اللي كاينه، ما كاين حتى شي حاجه، كان عندنا الماء ما بقاش، الفلاحه ما كيديروها شي وما كيديروا الزيتون، كيعيشوا من الزيتون، داكشي اللي كاين دابا الاغلبيه حنايا عندنا هنايا اخو الناس كيعيشوا من هذا الشجر ديال الزيتون وداكشي اللي كاين. لان حنا ضروري حنايا كتشوف حنايا من هادشي باش كنعيشوا حنايا، ضروري نعم حنا كنطلبوا بالتعويضات، ولكن هذاك الشيء على حساب اخر، مع ان ما نقولوا دابا التعويضات خصها ضروري خصها تكون. دابا الناس هذو منين غيتعوضوا مساكين؟ منين غيجيبوا الاخر؟ منين غيبقاو المعيشه ديالهم؟ هذا اخر دابا بنادم كيبقى من العام للعام كيشوف هذا الشجر ديال الزيتون هما المصدر ديال العيش ديالو، ودابا مشى هذا الشيء كل شيء، ما كاين لا فلاحه مثلا، كان عندنا الماء في الاول كانوا الناس كيفلحوا كيديروا الفلاحه، دابا ما بقاتش الماء، ما كاين والو، انت تشوف دابا نهبطوا للواد وتشوف شحال الماء كاين، ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه. اذا الاغلبيه ديال الناس هنايا المصدر المعيشه ديالهم هي الزيتون، والزيتون تحرق، راه تحرق كل شيء. بالمسؤولين جا مكالمه، جا السيد العامل، جا السيد العامل ديال الدريوش، جا الاخر بزاف ديال المسائل، جات الوقايه المدنيه، جا كونوري ديال الوقايه المدنيه، جا القويه، جا كل شيء. المهم السلطه راه كاين حاضره بكل شيء ديالها، تفاعلوا لنا، تفاعلوا حقيقه لنا ضروري، خصهم يديروا مثلا المسؤوليه دون قاموا الواجب ديالهم، ما عندهم ما يديروا دابا كتشوف، فهمتي؟ اوكي حنا اخر السيد العامل جا عندنا حتى للدار، الوحده اللي جا عندنا حتى للدار هنايا، هو والكاتب العام والاخر الكونير ديال اخر ديال الوقايه المدنيه وشي واحد اخر ما عرفتوش شكون هو، 4 بهم مع الوحده الليل كانوا معنا هنايا، جاوا حتى عندنا حتى للدار هنايا. ايوا حقيقه لان كاين المعاناه، المعاناة هي هذا، قانون كنقول لك المعاناة هي هذه، لأن المصدر ديالهم هو هذا، أش غادي يديروا؟ راه ما عندهم حتى شي حل آخر، هو الآخر المصدر ديالهم هو أشجار الزيتون، هما كيعيشوا بالزيتون، الزيت هما اللي كيديروها، وآخر وحنايا حنا دابا هذه دازت في المعارض شي 3 الخطرات كتجيب الجودة رقم 1، باش بها كيعيشوا الناس. كنسكن في دوار بني مدين حدا الحريق اللي شعل في الغابة، هاد الدار ديالي غير هنا قريبة، وهاد الحريق ما عرفناش الأسباب ديالو، حيت واحد البلاصة اللي هي تما خرج وتما بدا كيهبط الحرق لعنده لعندنا، في الأول كان شوية بدا كيكبر كيهبط وصافي بدا كينتشر في الغابة. ايوا بزاف ديال الناس اللي ضروا في هذا الحريق، خصوصا اللي عنده تما اشجار ديال الزيتون وبزاف ديال الحوايج. كاين في واحد البارح في وسط النهار هبط واحد الدخان، خنقوا هنايا الناس في الدوار بزاف الدخان، ودي العافيه هذاك الشيء.
لا كان عندنا ولكن ما وصلش عنده الحريق، كان بعيد شوية. أول مرة تشوفوا هذا الحريق؟ أول مرة حيت واحد المرة شعلات هنا العافية خصوصا هنا بعد في هذه البلاصة، ولكن في 2004 أنا كنت مازال صغير، كان عندي 4 سنين، كانت عندي 4 سنين. السلطات دارت المجهود ديالهم، كل شيء، الإسعافات الأولية الطائرات ديال كل شيء كيديروا المجهود، ولكن صعيب شوية يطفيوا هذاك الحريق. دابا يومين هو هذا السمع والسبت لحد صافي ما بقاش، ولكن باقي في جهة أخرى، مشى لجهة أخرى.